السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقات الموسم السادس من برنامج كلمة فصفى. طول الوقت المصريين عندهم القدرة على العطاء وعلى مساعدة الغير. قد يكون البعض منا يتنافس في عمل الخير طمعا في كسب الأجر والثواب، وعشان كده معانا النهاردة حلقتنا ومعانا ضيوفنا اللي مشرفينا. أهلا بحضرتك، معانا مؤسس مؤسسة الغفور الرحيم الخيرية أستاذ فتحي سعيد حرب. أهلا بحضرتك أستاذ فتحي. ومعانا المستشار القانوني الدكتور محمد راغب وزيري. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بك. ومعانا المستشار المالي الاستاذه سهام الضوي. اهلا بحضرتك يا استاذه سهام. ومعانا برضو الاستاذ المستشار المالي والاداري او الاداري، عشان طبعا المالي الاستاذ سهام. معانا المستشار الاداري الاستاذ سعيد. اهلا بحضرتك يا استاذ سعيد. في البدايه كده طبعا هبدا حلقتي مع استاذ مؤسسه الغفور الرحيم. عايزين نعرف منه ليه فكر في فكره ان هو ياسس مؤسسه خيريه. تعالوا نساله ونشوف رده معانا ايه. استاذ فتحي، حضرتك اخترت انك تاسس مؤسسه خيريه ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. الصلاه والسلام. انا اول حاجه حابب اشكر ربنا ثم الحاج سعيد المغربي اللي هو المؤسس الحقيقي لهذا المكان الخيري. لولا الله ثم هو، لولا الله ثم الحاج سعيد المغربي، ما كنتش حضرتك انا قعدت معاك النهارده. وبقى الصرح العظيم ده شأن كبير في محافظه الايوبيه وتحديدا في مركز الخنكه. فانا بتقدم بالشكر ليه الجزير. وفي كمان حد طبعا ما اقدرش اذكر اسمه، هو ليه فضل بعد الله ثم الحاج سعيد في انشاء هذا الصرح العظيم. ربنا يبارك لهم يا رب ويرضيهم. مؤسسه غفور رحيم الخيريه مؤسسه عظيمه جدا. انا ربنا كرمنا في مسجد غفور رحيم، وكنا بنشتغل في العمل الخيري، وقلنا عايزين نكبر الاعمال الخيريه، واتجهنا بفضل الله ومعانا سياده المستشار محمد الوزيري، وانشانا المؤسسه غفور رحيم الخيريه اللي هي اصبحت الان سند وقبله لكل محتاج في محافظه الايوبيه وتحديدا في مركز الخنكه. طبعا انا يعني عايزه اشكر الاستاذ اللي حضرتك مش عايز تذكر اسمه، لا وطبعا كتير قائمين، بس هطلع فاصل ونرجع تاني بس ايه نكمل، عشان خاطر انا في موضوع معين حابين نتكلم عنه. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل. اللي خلاني يا استاذ فتحي لفت نظري في المؤسسه، طبعا مصر مليانه وولاده بناسها الخيرين، لكن في حاجه خلتني لفتت نظري وعجبتني جدا وما صدقتش ان دي في مؤسسه خيريه. موضوع المطبخ عند حضرتك قد يكون الصور اللي انا شفتها على الصفحه، وطبعا هي هتنزل معانا على الشاشه، للوجبات للشيفات اللي مع حضرتك. كلمني عن المطبخ باستضافه اكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. المطبخ دوت هديه من ربنا سبحانه وتعالى، حاجه عظيمه جدا. شوف حضرتك لما كل يوم بناكل 500 واحد، ده في الايام العاديه كويس، الايام اللي فيها مواسم وجبات خيريه يا استاذ فتحي، خيريه بتيجي من اهل الله. تمام. كويس، من ناس افاضل مثل سياده النائب سمير ابو شامه في الايوبيه بيبعت لنا خير، والناس الافاضل بيبعتوا لنا الرز، المكرونه، الحاجات، فراخ، لحمه، فبنجمعها وبنعمل لهم اكل يومي جميل جدا وعلى اعلى مستوى. كويس. المطبخ ده اقول لك حاجه جميله جدا والله، بيرضي ويكبر خاطر ناس غلابه كتير. المشكله ما بنقولش للست اللي بتربي ايتام او المطلقه خدي كلي، انا بقول لها خدي استري نفسك. ركزي حضرتك، بقول لها خدي استري نفسك، وبقول لعامل اليوميه خد كل لغايه ما الدنيا تفرج. بس انا برضو عايزه ااكد تاني يا استاذ فتحي، الصور اللي احنا شايفينها معانا دي، طبعا احنا يمكن المشاهدين ما تصدقش ان ده الصور دي في مؤسسه خيريه بنظافه الاكل والوجبات بالطريقه دي وتعبئها برضو، بس انا عايزه افهم حضرتك، انا لقيت في صور التعبئه نفسها بحس انها الاسره، تمام، وفي تعبئه تانية زي مثلا العلب اللي معانا على الشاشه دي. كلمني برضو عن الحجم او الكميه اللي بتبعتوها. بص حضرتك، بالنسبه للكميات اللي في الحلل دي هي كميات يوميه بتتبعت، بيجي ياخدوها الناس اللي هم محطين من مركز الخنكه. كويس. جبل اصفر، خنكه، قلج العرب، بيجوا ياخدوا بيها. يعني مش المنطقه اللي عندكم بس؟ لا مش منطقه، لا بص حضرتك، مؤسسه غفور رحيم الخيريه ملهاش حدود. ملهاش حدود ابدا.
زي ما حد بيجيب لنا خير من خارج المنطقه احنا بندي خير. اما الوجبات اللي بتشوفيها حاليا دي المعروضه ديت اللي هي في علب دي بتروح لاماكن بره. رحنا بفضل الله وكرم الله كنا بنودي الشبرا الخيمه في عز كورونا، المرج الجديده، السلام، كويس، بنودي ملناش حدود. اي حد بيجي لنا ونتاكد انه فعلا محتاج بعد ما يتعرض على المسؤولين بنبعت نديله شفا بسم الله ما شاء الله. دي وجبات حقانيه والله. يعني الوجبه دي، بص يا استاذ سعيد معلش يا استاذ فتحي، الوجبات اللي هي في علب دي بتبقى الافراد صح كده؟ دي الافراد بتروح بره. انا بسال او لفت نظري الحلل مثلا، يعني سوري الحله بيبقى فيها اكتر من وجبه. بص حضرتك انا بعمل ايه؟ اسره. دي اسره خمس افراد اربع افراد انا فرين بديها في حله ليه؟ ده السؤال اللي بديها في حله ليه؟ اول حاجه العلبه كميه بسيطه مش هتشيل مش هتشبع، فانا بديها بحله كويس بحط بقطلها كويس عشان تكفي الاسره، وكمان بوفر حق العلبه. من لو اديت العدد ده كله كويس هجيب علب منين؟ دخلي محدود تمام. فانا بديها كميه كبيره منها تاكل وتشبع، وحق العلب ده اوفره اجيب بيه حاجه تاني. طيب استاذ فتحي برضو بالنسبه للمطبخ، يعني قول لي ممكن يكون في اكيد بتبقى في احتياجات كتير عشان نقدر نسدد الاعداد اللي ربنا يبارك لكم فيها. وحضرتك بتقول وذكرت ان العمل الخيري اللي حضرتك بتعمله او بتقدمه بالنسبه للوجبات بس، احنا بنتكلم طبعا المؤسسه يا جماعه بتتبرع بحاجات كتير، ملابس وكشف والكلام ده كله، بس انا بتكلم على المطبخ دايما ليه؟ لان يعني في ناس مش قادره تاكل فعلا في المنطقه او زي ما استاذ فتحي قال بره المنطقه. بتحتاج ايه؟ بص حضرتك اول حاجه انت ذكرتي ان انا بعمله، والله انا بعمل حاجه، اللي بيعمل اول حاجه ربنا ثم اهل الخير. انا عايز بس احط حته صغيره كده على الاكل بيتعمل ازاي. في عندنا راجل طيب اسمه الحاج رضا، اشهر كبابجي في المنطقه. الراجل ده ليه ابنه اسمه سامح، الله يبارك له يا رب، سامح رضا. دولت من يوم ما فتحنا المطبخ وهم بيشونا مجانا، يعني ده احسن كبابجي عندنا، كل الناس تتمنى تاكل عنده. ده بيشونا مجانا مجانا، عارف ايه من شهر رمضان بيشونا مجانا كويس، ما بياخدش منا جنيه. اشوي 100 فرخه 200 فرخه، شوينا في العيد 250 فرخه في رمضان، بياخدوش مننا. عايز اقول لك مستوى الاكل عالي، الاكل الرز البسمتي ده من النوع غالي تمام، بيتعمل اي اكل بيتعمل عندنا نوع غالي، ما نعملش اكل وحش. طبعا احنا لو اتكلمنا على موضوع المطبخ او على المؤسسه بنفسها او بالخدمات اللي بتقدمها هناخد وقت كبير جدا، كبير قوي. احنا عايز حلقات بالظبط كده. لا بس ان شاء الله باذن الله هننقل كاميراتنا مع حضرتك ونتكلم. بس استاذ سعيد كلمنا عن دور حضرتك سريعا بعد اذنك. حضرتك انا ماسك الشق الاداري للمؤسسه تمام، ماسك الدفاتر بتاعه جلسات المجلس، عملت لهم دوره مخزنيه لكل العهده بتاعت المؤسسة، إن كان أساس إن كان أساس للمستوصف الطبي، مكانات خياطة جاية. طبعا عملنا فتحنا بيها دفاتر وعملناها وثبتناها على أساس إن إحنا بنتحاسب تبع وزارة التضامن تمام. يبقى كل ما هو إداري تبع كل ما هو إداري بشتغل بعمله لهم، غير متابعة معاهم برضو في التصرف الوجبات، ببقى ماسك الكشوف التسجيل وكده وبنسجل وبنبصم ونمضي اللي بياخد الوجبات، لان الناس ديت لها كرنيهات مش اي حد يجي. بنعمل لهم ابحاث وبننزل لهم على الواقع نسال عليهم نشوف ان هو مستحق ولا مش مستحق وكده، يعني مش بندي لاي حد يعني. الناس دي بنتاكد مليون في الميه ان هي محتاجه وبننزل لها على الطبيعه تمام. طيب استاذه سهام كلميني برضه عن دور حضرتك في المؤسسه. والله دوري في المؤسسه، اولا احنا طبعا سعداء ان احنا جينا المكان دوت، وتشرفنا بيكم، وربنا قال الله تعالى قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بالنسبة بقى لمؤسسة الغفور الرحيم، من ساعة يعني المؤسسة ما طلعت إلى يومنا هذا، مؤسسة الغفور الرحيم فاقد جميع المؤسسات الخيرية والجمعيات والجمعيات الخيرية تمام، على مستوى إن كان على مستوى المدينة أو على مستوى المحافظة او على مستوى الجمهوريه تمام. يعني بما ان حضرتك المستشار المالي في المؤسسه، حضرتك ماسكه كل الماديات بالنسبه للمؤسسه الغفور الرحيم صح كده؟ طيب دكتور محمد استاذ حضرتك برضو دور حضرتك في هو المؤسسه الخيريه بالخنكه، شانها شان المؤسسه الخيريه ان مصر طبعا دايما ليها السبق
والريادة في كل شيء. المؤسسة الخيرية وتاريخ المؤسسة الخيرية في مصر بدأ من بدري قوي قياسا على الدول المجاورة، ان العمل الخيري بدأ في مصر سنة 1821 ويتعاظم بعد كده في فترات متعاقبة عدد الجمعيات الخيرية، وصل على سبيل المثال في سنة 1912 1159 جمعية، على بداية عهد جمال عبد الناصر وصل أكثر من 629 جمعية خيرية. اللي بيدفع دايما للعمل الخيري شهامة وإنسانية وحب المصريين لعمل الخير. أنا قبل مش عايز أفوت الفرصة دي إلا لما أوجه تحية إجلال وتقدير للشرفاء القائمين على المؤسسات الخيرية والجمعيات على مستوى جمهورية مصر العربية، اللي استصرهم الحس الوطني وحطوا إيديهم في إيدين الدولة في ظل الأزمات المتعاقبة اللي جت على الشعب المصري من إصلاح اقتصادي وأخيرا أزمة كورونا. الجمعيات الخيرية طلعت بدورها كفكفة دموع اليتامى والغلابة وأصحاب الحقوق. ربنا بيقول وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، دول لهم حق علينا. من هنا كانت نقطة الانطلاق للجمعية الخيرية بفكرة من الأستاذ فتحي الواقع، يعني الأستاذ فتحي مبنى المؤسسة مؤسسة الغفور الرحيم كان عبارة عن مسجد، البداية بتاعته كان عبارة عن مسجد. معلش أنا أسفة جدا لمقاطعة حضرتك، بس آخر حاجة هنقولها أستاذ فتحي، حضرتك محتاج حاجة للمطبخ ضرورية. أنا أسفة يا دكتور أنا قطعت حضرتك، لأن أنا شفت ده بوست نزل على صفحة حضرتك. سريعا كده محتاج إيه لموضوع المطبخ عشان تقدر توصل الطلبات للمنازل أو للناس المحتاجة؟ أول حاجة أنا محتاج أهل الخير كويس، أهل الخير يقفوا معانا ويمدلنا إيد العون. أنا محتاج عربية. عربية دي أصبح الناس دلوقتي بيجوا عندي على المطبخ بأعداد كبيرة، وكاد إنه يكسروا باب المطبخ. واللي بيجي مين أغلبيتهم 80-90% من مسنين. تمام، فأنا عايز أودي الأكل ده لغاية عندهم. طيب. وأعززهم ونزيدهم احترام. تمام. طيب للأسف وقت حلقتي خلص، وطبعا عندكم أرقام حسابات المؤسسة، رقم البنك، وعندكم رقم الرقم الفودافون طبعا لأي تبرعات. وأتمنى أن احنا نقدر نساعد الناس دي زي ما أستاذ فتحي قال، هم ما بيطلعوش الوجبات أو ما بيطلعوش أي عمل خيري من المؤسسة لمنطقتهم بس، لا ده لمصر كلها، لأن الخير بيعم على الجميع. وأتمنى أن احنا نكون كنا ضيوف يعني خفاف عليكم، وانتظرونا الحلقة الجاية وإن شاء الله لينا لقاء داخل المطبخ وداخل المؤسسة. كلمة أخيرة ولا مش؟ طب معلش أستاذ، معلش كلمة أخيرة بس لأستاذ فتحي. أنا أول حاجة بناشد ربنا ثم كل تاجر شريف، تاجر مواد تموينية، تاجر فراخ، تاجر لحمة. المكتب مؤسسة غفور الرحيم الخيرية مؤسسة مباركة والله. تعال بنفسك وشوف وشوف الأعداد وشوف الدفاتر. إن شاء الله هنروح بالكاميرات لحد هناك إن شاء الله. إلى اللقاء.